احدث اجهزة شاومي في السوق المصري. معاده النهاردة مع فيديو جديد علشان نتكلم على اهم المواصفات الموجودة فيه. النهاردة هنتكلم على شاومي ريدمي 13. فكرة ان انت تقدم للناس تصميم مشابه للايفون هي فكرة ناجحة مفيش كلام، ولكن الانجح منها ان انت تقدمها بطريقتك. شاومي قدمت لمستخدميها تليفون في الفئة الاقتصادية بتصميم محترم من الزجاج مستوحى من أبل، ولكن شكل الكاميرات نفسه مبتكر ومختلف. إطار التليفون من البلاستيك مع سمك متوسط حوالي 8.3 ملم ومسكة مريحة من الأجناب. التليفون مضاد للأتربة ورذاذ الماء IP53. شاشة التليفون 6.79 بوصة IPS LCD بدقة Full HD Plus ودرجة سطوع 550 نتس مع معدل تحديث 90 هرتز. شاشة حجمها كبير للناس اللي بتحب انها تتفرج على محتوى على شاشة حجمها كبير، وفي نفس الوقت الالوان بتاعتها كويسة. السماعة الخارجية هي سماعة واحدة فقط موجودة تحت ناحية اليمين، جودتها متوسطة، صوتها عالي ولكنه حاد شوية. التليفون لازال كعادة أجهزة شاومي أو كتير من أجهزة شاومي محتفظ بمدخل السماعة 3.5 ملم وفي راديو FM، ولكن المرة دي الراديو ملوش علاقة بالسماعة. احنا عارفين ان مدخل السماعة 3.5 ملم لما بيكون التليفون فيه راديو، السماعة نفسها بتكون شغالة كأنتنة لاستقبال البث بتاع الراديو، ولكن هنا شاومي حطت برنامج للراديو بيستقبل البث بتاعه عن طريق الانترنت. كمان مش عايزين ننسى ان شاومي هي الشركة الوحيدة اللي لا زالت محتفظة بالIR سنسور، وهو الانفراريد الخاص ببرنامج الريموت بتاعها اللي تقدر عن طريقه ان انت تشغل اجهزة كهربائية كتيرة من الموبايل بتاعك. مستشعر البصمة موجود في زرار الباور، الاداء بتاعه سريع ودقيق وبيفتح الشاشة بسرعة. التليفون جاي بمعالج جديد من ميديا تك هيليو جي 91 الترا 12 نانومتر، نظام التشغيل اندرويد 14 بواجهة شاومي هايبر او اس. التليفون كمان نازل بعدة اصدارات، ذاكرة 128 جيجا مع 6 جيجا بايت رام، او 128 جيجا مع 8 جيجا بايت رام، او 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام. التليفون بيقدم لك كاميرا سيلفي 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.5 وبتصور فيديو بدقة فول اتش دي. اما الكاميرا الخلفية فتقدر ان انت تصور بيها صور بدقة 108 ميجا بيكسل، وحتشوف بيها تفاصيل الصورة بشكل افضل من الوضعية العادية للتصوير ال 12 ميجا بيكسل. شوفوا دقة الصورة في اظهار التفاصيل لما تكبرها لاخر مستوى او لو عرضناها على شاشة حجمها كبير. تعالوا كالعادة في المكان اللي انا قاعد فيه ده ناخد نبذة سريعة كده عن تصوير الفيديو بالكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية وتصوير الصور بالكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه ونرجع نكمل كلامنا. تجربه المره دي غريبه شويه، هي برضو لازالت في اماكن بعيده عن الناس لحفظ الخصوصيه، ولكن المره دي بقى في الطبيعه الساحره بتاعه الميه. كل مره بصور تجربه للفيديو بيكون وسط الخضار في مدينه الرحاب، المره دي في راس صدر بقى وفي الميه مسحوبه، فانا قادر ان انا انزل اتمشى في البحر نفسه. فدي تجربة سريعة علشان نسمع صوت الموج ونسمع صوت المايك ونشوف ثبات الفيديو أثناء الحركة. في نفس الوقت الإضاءة المختلفة، ولو أن لسه الشمس ما طلعتش، الشمس لسه ما ظهرتش من وراء التبة ديت. فدي لقطة سريعة كده لتصوير بالكاميرا الأمامية، واللي بالمناسبة بتصور لحد دقة Full HD. تعالوا ننتقل للكاميرا الخلفية ونشوف التجربة بتاعتها. الكاميرا الخلفية بتصور برضو بدقة Full HD ودي تجربة سريعة. صحيح التليفون مش مخصص لتصوير الفيديو، وفي نفس الوقت الفئة السعرية بتاعته مش مخصصة لده، ولكن مفيش حد بيشتري تليفون إلا ويحب إن هو يشوف تجربة حية لأي شيء في التليفون. فبمحاولة بسيطة كده دايما بحاول إن أنا أقدم ولو تجربة سريعة لنموذج من نماذج التصوير، فده تصوير فيديو وسط الطبيعة الجميلة بتاعة الشروق. تعالوا نعمل زوم إن على الهضبة الجميلة اللي هناك دي، أقصى زوم 6x. بعد كده نرجع تاني
الوان اكس. وتعالوا بقى نشوف شوية صور تم تصويرها بكاميرا الموبايل. أخيرا بطارية التليفون 5030 ملي أمبير، ومش عارف إيه الحكمة في التلاتين ديت، ولكن واضح إن إحنا بدأنا نكسر حاجز ال 5000 ملي أمبير، وبدأنا إن إحنا نزود شوية في حجم البطارية بدون التأثير عن السمك بتاعها نفسه. البطارية هنا 5030 ملي أمبير بتدعم الشحن السريع 33 واط. دي كانت نبذة سريعة عن أهم المواصفات اللي جاي بيها تليفون ريدمي 13. أتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. أشكركم. أشوفكم فيديوهات تانية. في أمان الله.